للحديث أكثر عن تزايد تفشي فيروس كورونا في العراق في ظل بيئة صحية غير مناسبة لعمل الأطباء، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس الفريق التمريضي التطوعي في العراق السيد فراس الموسوي. سيد فراس، بداية أهلا بك. ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 4000، ما أسبابه برأيك؟ هل المواطن وحده هو من يتحمل المسؤولية كما تقول الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. في البدء حقيقة هي الوضع هو وضع تكاملي ما بين الواقع الصحي بين المواطنين وكذلك الفريق في وزارة الصحة أو الفرق الجوالة أو التطوعية الصحية، يكون هناك ترابط وعمل مشترك، فبالتالي ينعكس إيجابا أو سلبا على الواقع الصحي. اليوم كل دول العالم هي تتعرض لنكبة صحية وجائحة عالمية، انهارت دول العالم اتجاه هذا الفيروس اللعين الذي انقض على العالم، وحقيقة انهارت الدول العظمى في العمل الصحي. اليوم في العراق هي هذا الفيروس هو موجود فعلا في العراق، والأعداد التي كانت في تزايد متواصل في العراق هي نتيجة الفحوصات المتزايدة وكذلك التباعد الاجتماعي الذي قل نظيره في العراق. يجب أن يكون هناك عمل مشترك ما بين المجتمع العراقي وما بين البيانات الصادرة من وزارة الصحة، ويجب أن تطبق بحذافيرها لكي نتجنب الإصابات المتكررة وكذلك الأعداد المتزايدة. اليوم ترى في العراق يصل الأعداد فاقت 4000 مصاب في العراق، وحقيقة هذا ينعكس سلبا على تقديم الخدمات الصحية والتمريضية في العراق للمواطن العراقي. فبالتالي العمل يجب أن يكون عمل تكاملي مجتمعي، الكوادر الطبية وكذلك التمريضية وكل ملاكات وزارة الصحة. اليوم حقيقة فرقنا التمريضية التطوعية سواء في المؤسسات الصحية أو خارج المؤسسات الصحية تعمل ليل مع نهار جاهد لتقديم هذه الخدمات بغية الحصول على خدمة علاجية طبية تمريضية للمواطن. نعم سيد فراس، إذا كنت تسمعني، هذا الرقم الكبير الذي تحدثت عنه في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ونحن لم ندخل بعد الموجة الثانية للفيروس كما تقول منظمة الصحة العالمية، إلى ما يؤشر بحسب متابعتكم على الأرض؟ طبعا المعطيات هي معطيات علمية التي حققتها الدراسات العالمية وكذلك منظمة الصحة العالمية. هي هناك موجة سوف تهب في أغلب دول العالم ومنها في العراق. حقيقة نحن نعلم والكل يعلم أن هناك سوف يحصل تزايد في أعداد المصابين، وهذا طبعا يحصل نتيجة عدم التعاطي بشكل صحيح ومدروس من قبل سواء المؤسسات الصحية المنهارة، لأن تعرف اليوم مؤسساتنا الصحية ومؤسسات لا تمتلك البنية التحتية الأساسية والقوية والرصينة لاستيعاب هذه الأعداد المفاجئة حقيقة. يعني بغض النظر عن الأعداد التي مضت، نحن مقبلين على أعداد بتزايد نتيجة الفحوصات التي سوف تكون على مستوى عالي جدا، فبالتالي المؤسسات الصحية لا تستوعب الأعداد التي سوف تكون في الأسابيع القادمة. نحن في مخيلتنا في دراستنا الموجودة العلمية على أرض الواقع سوف تكون تعبر 5000 مصاب بالأيام القادمة بسبب حقيقة زيادة أولا عدد الفحوصات والمختبرات المتواجدة في أنحاء بغداد ومناطق العراق وعدم التعاطي بشكل إيجابي وصحيح من قبل المواطنين. نحن اليوم ندعو كفرق تطوعية وكذلك منتسبي وزارة الصحة أن يكون المواطن العراقي أن يأخذ على محمل الجد هذا الفيروس وأن يكون على قدر المسؤولية ويكون بصراحة يتعامل بشكل إيجابي وتعاون مع وزارة الصحة وما تطلقه من تعليمات بغية الحصول على تقليص هذا الفيروس والإحاطة به وبالتالي إطاحة هذا الفيروس، وسوف ينعكس إيجابا على الصحة. دعنا نتحدث الآن عن الإمكانيات سيد فراس، يعني كثيرا ما اشتكى المرضى وذووهم من قلة التجهيزات الطبية أو أماكن العزل، ولعلك تابعت أزمة أسطوانة الأكسجين، أين تذهب مخصصات الوزارة من ميزانية الدولة إذن؟ لماذا لا تصرف على هذه الأزمة والجائحة الحالية؟ حقيقة تعلم ويعلم الجميع أن المؤسسة الصحية في العراق ومنذ تأسيسها منذ 1920 وحتى 1838 وهناك أول لعله مؤسسة صحية في داعات مدينة الطب، وأخذت خلال هذه السنين إلا أن التطور لم يحصل بالبنى التحتية في المؤسسات الصحية،
وتعلم اليوم المؤسسات الصحية هي لا تمتلك القدرة الكافية والإمكانيات اللازمة للتصدي لهذه الجائحة، لكنه بجهود الجميع واستثمار الطاقات الشبابية وكذلك الفرق التطوعية والمؤسسات الصحية والمؤسسات الدينية والكل يعمل على قدم وساق لإحاطة بهذا الفيروس. حقيقة المؤسسات الصحية هي ليست بالكامله ولا تمتلك الطاقه الاستيعابيه اذا لا سامح الله من فجر الفيروس وكانت هناك اعداد تقدر هناك. مشكله الاسطوانات هي مشكله حقيقه حصلت في اغلب بلدان العالم المتطور. اليوم في ايطاليا هناك جهاز الفنتليتر والار تي يو هي المكانات الحرجه قاموا بقلع الفنتليتر والتيوبيشن من كبار السن واعطائها للشباب بسبب عدم قدره الامكانيه. ومع العلم انه ايطاليا والدول المتقدمه لديها امكانيات تفوق العراق بعشرات بل بمئات المرات، لكنها انهارت امام هذه لا تمتلك القدره والامكانيه من ناحيه البنى التحتيه، لانه تعلم اليوم ان هذه الجائحه هي جائحه عالميه ضربت كل مفاصل الكره الارضيه بكل بلدان العالم وحتى المتطوره وغير المتطوره منها. اليوم العراق ليس في منع عن هذا المكان وليس في منع عن فيروس وليس في منع عن الخدمات الطبيه والتمريضيه والعلاجيه، لكنه بحمد الله هناك كوادر طبيه ما زالت تعمل وملاكات تمريضيه تعمل. ولحد الان وانا اكلمك في مراكز الحجر الصحي نعم لدينا طاقات وامكانيات شابه تعمل ليل مع نهار، وبنفس الوقت نناشد الجهات المعنيه ان تسند هذه الملاكات الطبيه والتمريضيه بالامكانات اللازمه والطاقات اللازمه وكذلك دعمها بالاجهزه خاصه اجهزه الاكسجين التي هي اليوم ضروريه من اجل الحفاظ على حياه وارواح المواطنين العراقيين، وهذا السبب الرئيسي الذي يتواجد من اجله جميع الشباب الان في مراكز الحجر وجميع المستشفيات. شكرا جزيلا لك الرئيس الفريق التمريضي التطوعي في العراق السيد فراس الموسوي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.